سوف أقوم بحل المزيد من المسائل الخاصة بالمثلثات. المسألة الأولى تقول أن قياس أكبر زاوية في المثلث هو 4 أضعاف قياس ثاني أكبر زاوية. أصغر زاوية قياسها 10 درجات. ما هو قياس كل زوايا المثلث؟ نحن نعرف واحدة منهم إنها 10 درجات. لنحاول الآن، سوف أرسم المثلث هنا لنقول أن هذا هو المثلث. نعلم أن الصغرى هي 10 درجات. لنفرض أن هذه هنا قياس الزاوية الصغرى 10 درجات. الآن لنسمي ثاني أكبر زاوية X، لنسميها X. فهذه سوف تكون إكس. الجملة الأولى تقول أن قياس أكبر زاوية في المثلث هي 4 أضعاف ثاني أكبر زاوية. إذا كان قياس ثاني أكبر زاوية إكس، فإن 4 أضعافها هو 4 إكس. إذا أكبر زاوية سوف تكون 4 إكس. ما نعرفه عن زوايا المثلث أن مجموعها يجب أن يكون 180 درجة. إذا نعلم أن 4 إكس زائد إكس زائد 10 يساوي 180 درجة. 4 إكس زائد إكس يساوي 5 إكس. 5 إكس زائد 10 يساوي 180. نطرح 10 من طرفي المعادلة فنحصل على 5 إكس يساوي 170. فإذا إكس تساوي 170 على 5. لنرى، أعتقد أنها ستكون 34 لنتأكد منها. نعم سوف تكون 34، وذلك لأن 5 تتكرر ضعف عدد مرات تكرار 10، فالعشرة موجودة 17 مرة في 170، فإذا 5 سوف تتكرر 3 مرات في 17، وثلاثة ضرب 5 يساوي 15. نطرح فنحصل على 2 وننزل للصفر. وخمسة تتكرر 4 مرات في 20، وممكن أن يكون هناك باقي. وأربعة ضرب 5 يساوي 20 ولا يوجد باقي، والنتيجة 34 وهي قيمة إكس. إذا قياس ثاني أكبر زاوية هو 34 درجة. الزاوية هنا ستكون 4 أضعاف هذه. إذا 4 ضرب 34 لنرى، سوف تكون 136 درجة. هل هذا صحيح؟ 4 ضرب 4 يساوي 16، و4 ضرب 30 هو 120، والآن 16 زائد 120 يساوي 136 درجة. إذن قياس الثلاث زوايا هو 10 درجات و34 درجة و136 درجة. لنحل المسألة أخرى لنرى. لدينا رسمة صغيرة هنا، وما أريد عمله هو، ونستطيع أن نفكر بأكثر من شيء لنعرف قيمة X. نفرض أن قياس هذه الزاوية 4X وقياس هذه الزاوية هنا هو 2X. سوف نحل X، وإذا عرفنا سوف نحل قياسات الزوايا المطلوبة على فرض أننا نستطيع معرفة قيمة X. والشيء الآخر المعطى لنا أن هذا الخط موازي لهذا الخط هنا، وهو مرسوم ببراعة حيث أن أحدهما ينتهي هنا والآخر يبدأ من هنا. فأول شيء سوف أعمله، بما أنهم يخبروننا أنهما خطان متوازيان، فمن المحتمل أن هناك شيء له علاقة بالقواطع أو شيء آخر، والاحتمال الآخر أن يكون شيء له علاقة بالمثلثات، وربما هاتان زاويتان متقابلتان بالرأس. يجب أن نكون حذرين، فهما ليس كذلك، هذا ليس نفس الخط. هذا الخط يوازي هذا الخط، وهذا الخط يلتوي هنا، فلا نستطيع أن نضع افتراض كهذا. الشيء المهم هنا، وأنا غير متأكدة أن هذا يسير بالاتجاه الصحيح، هو أن أوضح أن هؤلاء هم جزء من خط مستقيم. إذا سوف أكمل هذا الخط هكذا، وسوف أكمل هذا الخط الأعلى هكذا. والآن نستطيع النظر إليهما كما فعلنا مع الخطوط المستقيمة. وإذا هذا المقطع الخطي BC، أو نستطيع القول الخط BC إذا قمنا بإكماله، وإذا قمنا بإكماله حتى يمر من دي، فهذا سوف يظهر بوضوح أنه خط قاطع لخطين متوازيين. الآن إذا كانت هذه الزاوية هنا 4X، فسوف يكون لها زاوية متناظرة. نصف العمل هنا أو حتى أكثره هو أن تحاول رؤية الخطوط المستقيمة وأن ترى القواطع أو الأشياء التي سوف تفيدك هنا. هذا الخط هنا هو القاطع، هذه الخطوط المتوازية، هذا الخط المتوازي الأول،
وهذا هو الآخر. وتستطيع دائما أن تتفحص كل الأشياء في الرسم. إذا كانت هذه الزاوية هنا 4x فسوف يكون لديها زاوية متناظرة عند تقاطع القاطع مع الخط المتوازي الآخر، فهذه هنا زاويتها المتناظرة، دعوني أرسمها بالأصفر. هذه هنا زاوية متناظرة، فهذه سوف تكون أيضا 4x. ونرى أن هذه الزاوية وهذه الزاوية، هذه الزاوية قياسها 4x، وهذه قياسها 2x، هما زاويتان متكاملتان فهما متجاورتان، وأضلعهما الخارجية تشكل زاوية مستقيمة فهما متكاملتان، أي مجموعهما 180 درجة، مجموعهما 180 درجة تسيران على طول القوس هكذا في حال جمعناهما. إذا نعلم أن 4x زائد 2x يساوي 180 درجة، فنحصل على 6x يساوي 180. نقسم الطرفين على 6 فنحصل على أن x تساوي 30. إذا x تساوي 30، وهذه الزاوية هنا هي 2 ضرب x، لذلك سوف تكون 60 درجة، فهذه الزاوية هنا ستكون 60 درجة، وهذه الزاوية هنا هي 4x أو 4 ضرب x، إذا إنها 120 درجة. وانتهينا.